فرصة انه انا اتعرف عليهم، هم يتعرفوا علي وعلى شغلي. طبعا من خلالهم كان في كتير ناس كنت اعرفهم من زمان لما انا كنت ساكن هون، ففرصة كتير حلوة. بس اهم اشي بصراحة انه لما تطلع الصبية من هون وايسة طبعا قطعة حبتها وطالعة فيها ويعني لقت اشي وعجبته وبتطلع مبسوطة. كتير اشي شيك حلوين، يعني I guess it's really nice انه يكون في عنا ديزاينر اللي عم يعني بيعمل اشياء different different what you see in the shops. So it's nice يعني to have something like that.